دخول الآن الفريق U20 الإسبوار بقيادة المدرب وهبي محمد فانكور ديال الشامبيونات البلجيكية. محمد وهبي مغربي لاختراق ثاني أحسن مدرب على الصعيد البلجيكي من طرف ليون بيرغ، هذا هو محمد وهبي. كان واحد يوري تيلمانس وهذا الاحتفال ديال احسن لاعب افريقي من اللاعب يوري تيلمانس، الحذاء ديال احسن لاعب افريقي على الصعيد افريقيا. هذ اللاعبين كما قلنا تتويج، هناك الفرحه عالمه هنا بستاد فانتستوك يوم الاحد 20 ماي. اليوم هذه المباراة هذه اللي هي مباراة استعراضية لا أقل ولا أكثر، كما كتشوفوا فرحة عليمة، وكذلك كنتو إيسيغي هو تا هو موجود، أحد مدربين ديال المنتخب الشبان ديال الكونغو، كريستيان إيسيغي اللي هو معروف على الصعيد البلجيكي هنا. وكما قلنا هذه ثاني مرة لمحمد وهبي يتوج بمطار بلجيكا في أقل من 21 سنة.